تنخدم في الموقف، مرة نجيب مرة ما نجيبش. عندي ولدي عنده 3 سنين وواحد عنده 7 سنين، تنخليه وخوه في الدار. ديك النهار خوه خارج مع صباح ومخلي الاخر في الدار. شوي انا تيجي عندي ولدي الكبير شوي ماما جري العافية شاعلة، تناكل حق الله تناكل في كسكس بحالك وجيب لهم تشوبينا، درت لهم كسكس زعما كان جايب لهم ياكلوا. صافي جيت لقيت العافية شاعلة، ما عرفش راسي كيفاش درت. صافي جات لومبيلونس، ولكن لومبيلونس ما تعطلاتش بالزربه جات. خرجوا الدري برا داوني المولى عبد الله، دخلوا الولد بحالك وخرج عندي الطبيب قال لي خلصي لي لومبيلونس. قلت له بحال ديال لومبيلونس؟ قال لي ستاج. قلت له ما عنديش. قال لي تسني لومبيلونس ديال السبيطار تجي. صافي الدار سمع الطبيب ما نكتبش لك حاله صغاطه باش دي الطبيب كاع كليت لي وجهه الدار بسمعه. جابوا لي البوليس شدوني هذيك الفتره من غير ولدي لومبيلونس الميريز شدني البوليس قال لي لا غتمشي معنا الكوميسريه. ولدي سيموس داو الميريز قال انا ما نمشيش مع الميريز شدني في الكوميسريه. تعيط حتى دخل الطبيب المدير ديال المولى عبد الله، عاد عيط للطبيب قال لي الدري ولدها سيموس سمح ليها. عاد خرجوني من الكوميسريه جيت هنا للدار، داني واحد الدري الله يجازيه بخير داني الميريز بالطوموبيل. صافي دخلوا ولدي الانعاش، من دخلوا ولدي الانعاش صافي قالوا لي الغدا وعاد تجي. انا صاحبت ولدي باقي حي، غدا من الاساس غادي نشوف بولدي باش نشوفو، لقيت شو ماس ما عندي ما ندير. شنو هو السبب الاحتضران؟ السبب السيرك ديال التلفازه. تفرقعت لي التلفازه، ولدي ديك باش يهرب الباب مصدود ما دايرش عليه الساروس، باش يهرب ما تيهربش ولدي ما تيخرج الزنقه. حدو هنا صافي وتيرجع. وديك ساعتي ملي جيتي لقيتي كيفاش كانت الحاله ديالو؟ واش حروق خطيره؟ واش كان هي ماشي خطيره ولكن ماشي بزاف. هذاك التنفس تخلي الدخان صافي هو اللي قتلو. هذاك التنفس مع الدري الصغير ما عندوش السوفل. واش كنتي لقيتي كله متفحم؟ ايه لقيته كامل محروق، ولكن ذاك الحرق ما شدش باش الميرز وعاد وجه التنفاخ وداك الشيء في مولاي عبد الله كان تيبان عادي. انت غير كنتي خارجه؟ كنت خارجه. اه كنت خارجه مره نجيب مره ما نجيبش. خاصني نخرج مع سدي الصباح وماني حسين نخرج تمشي للموقف نبقى تما كنت نلحق العشره مع الموقف في الجوطيه نجيب لهم عاوتاني الفطور ونرجع. مره نجيب مره ما نجيبش وراجلي مشدود ما عنديش. تنطلب من المحسنين شوف انا فين عايشه. دابا ولدي مشى صافي اللي ماس ولدي مشى صافي توحل ما غيردوا لي. وزدتكم حاجه وحده عاوتاني راجل هي تتهدد عليا من اللي تيصحابني انا اللي قتلته. انا كون قتلته انا كبدت باقي ما بيرديش. وعاد قالوا لي ولدنا ولدنا عاد بان لكم ولدكم انا اللي ربيته توحل ما ربي راجلي انا اللي كبرته. راجلي تيتشد 3 سنين عامين تيعقلش علينا وتيخرجني من الدار عنده الدار وتيخرجني منه. انت دابا خفتي على حياتك؟ انا خفت على حياتي. كيف قال لي كيف درت الولد كيف درتي ديال الولد انا غندير لك. وانا ما درتش لان كون درت الولد يكون داوني البوليس. انا دابا في التهديدات بقات لي 4 ايام باش يخرج. ما حاجه لولدي ما حاجه لراجلي. الزنقه ما تنقدرش نخرج لا واقفين معايا الجيران ولا دارنا هما اللي واقفين معايا. حتى واحد ما واقف معايا. اما خواتات وجاو عندي من ما داني الدواء ما يلزقوا ما بقاوش جاو. وتتفق لي التهديدات من الحبس الخواتات باش يقول لي نخرج ندير لك. انا ما عنديش اللي حامي عليه. ولدي ضاعت فيه كل شيء ضاعت فيه. انا ماشي مشكل ولدي مشى لي انا حياتي حتى هي مشات. وانا خايف على ولدي الاخر الكبير توا تيصيفط لي مع تهديدات على ولدي الكبير. واحد ولدي الكبير ماشي ولده هاي مربي. وانا خايفه توا على ولدي الكبير يخرج يشدو يدير لي شي حاجه. دمرت ما نكذبش عليك. وليت الدار ما تريحش فيها تخرج بحال مصدع. علاش هذيك ولدي كانت مولفه ما راجلي ما كبروش انا اللي كبرته. نخرج نطلب عليه ما خليت ما درت عليه. نخرج نطلب باش نجيب ليه وكنت ندي معاه. ولكن صافي من مرض لي واحد ليما كان الشتا صافي خليته في الدار. قلت صافي ولدي انا نخرج نخدم. ولدي بحال دابا قبل ما يموت يقول لي ماما انا غنموت. وما صحابش كون صحابش انا ولدي يبقى لي بحال هكا خرجوا معايا في جنبي كاع ما نخليه في الدار ما نخدمش. اه باغا الطلاق وتيعذبني اصلا مي كان معايا ولدي كان تيعذبني. راجلي اه عنده الفلوس ولكن ما الله فين انا ولدي كان كاري ليا عنده الدار وكاري ليا والدار تدخل فيها الدري تدخل فيها كلشي. ودابا قبل ما يموت ولدي الدار قايا بغيت نكريها
وفيها الدراري ديما داخلين لها، ديما داخلين لها، وانا ولدي مشردة. انا راجلي مهددني بقات لي 40 باش نخرج، انا باغا نطلق، تنطالب من المحسنين والجمعية يوقفوا معايا، انا راه حياتي في خطر، ولدي مشى ليا، المجتمع ديالنا راه مايرحمش. الله يجازيكم بخير، انا باغا نطلق صافي عيس، ما ديزا معاه في العذاب وكل شيء، واصلا مهددني غير قال لي وغير تلقى لي في الزنقه، الزنقه ما نخرجش ليها. الله يرحم لكم والدين. تنطالب من المحسنين والجمعيات، الله يجازيكم بخير، حسبوني بحال بنتكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.